هل يجوز حجز أماكن بالمصلية في الصلاة من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة؟ هذا يضر بالناس ولا أراه جائزا. الناس تتأخر عن صلاة الجمعة وهو حاجز سجادة من الفجر ويخص بها نفسه. المساجد ليست هكذا، المساجد لله ليست لك. وآخرون يعملون أسوأ من ذلك، يستأجر الأثرياء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأجر الأثرياء في مسجد رسول الله، كان هذا ما أدري ما زال أو لا، رجلا أسودا ضخما بألف ريال في الشهر، ماذا يفعل الأسود الضخم؟ يذهب يجلس في المكان مبكرا، ويأتي الآخر بعد قبل الظهر بخمس دقائق يشق الصفوف، فهذا يقوم وهذا يجلس مكانه، فهذا أسوأ من أول. هذه الطريقة التي لم تكن موجودة على عهد الرسول بحال.